ياسر 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 قديه من عام وهما فيها الواحد اللي يجي يوصي خوه اللي يجي يوصي خوه ما خلوناش نبقبقوا احنا اللي عديناه الحمد لله اما الشباب اللي ضاع الشباب اللي تحطم انت تسكر اربع ايام بين سيفه اربع ايام قهوي مسكره واحد مسكره اربع ايام مش ناحي كورونا اربع ايام ما تنحيش كورونا راه ياسر ياسر ما حبوش يفهموا هاو قاعده حاسرين هكاك هينهم جاو عصابه باش اربع ايام هذوما اللي تحطوا الاكثر واقل امنيه واقل على اربع ايام نتاع الثوره هذاك هو هذاك هو احنا مانيش بهيم راهو التونسي عمره ما كان بهيم اما ذليل ولا قال لك الزين يرحم والدين والديه الزين ويرحم برقيبه اما اللي جاو هذوما مسحونه مسحونه برا ربي معاك مسحونه ما عادش عندنا حتى قيمه بالدول ما عادش عندنا حتى كورونا الاربع ايام تاع الثوره معناتها ماهمش على الكورونا لا مش نتاع كورونا مش نتاع كورونا ما نحتهاش المانيا وامريكا واحد مش نحيها تونس بور حتى الدواء حتى الدواء ما حتى الدواء ما فماش خايفين على رواحهم بداهم بسقيهم لموا 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 مليارات مليارات كلاوها مليارات الاربع ايام الاربع ايام هذوما اللي عملوهم لاسباب امنيه الاكثر ولا اقل راهو معناتها الشعب ماهوش باش مغفل باش يقول على اربع ايام باش تنحى الكورونا وين الكورونا هاك شوف الببليك كله يدور ناس تشري ناس تخدم فهمني ما ثماش قرارات سالمه بروتوكول صحي باش نقولوا راهو اربع ايام يلزمهم ينحوا الكورونا معناتها ما ثماش علاش الاربع ايام هذوما لاسباب امنيه ولا اكثر ولا اقل وعلاش لاسباب امنيه؟ والله برشا حالات هذه خفايا السياسه ما نجموش نحكوا بها. شريت الوضع باش ينفجر. يمكن على الوضع خايب خاطر ثم برشا. انت عايش في الحوم الشعبيه تعرف باش ينفجر. تحركات داخليه في البلاد معناتها تخاف منها يخاف منها الحكومه ما تتحركش معناتها حاجات فهمني وتصير معناتها فوضى في البلاد يمكن على الاسباب هذه الاكثر والاقل. وماشي ذاكر الزوالي. هما اربع ايام مش نحكي. اربع ايام مش نحو في كورونا ما نحاول اربع ايام مش نحو في كورونا هذه ما نحوهاش حسب علاش عامله 14 جام جو كان في 14 جام في نحاها اي صحيح علاش جو كان في 14 جام في نحاها اربع ايام باركه تو الاخر تسكر بست سبع شهور وبالعا خايفين يصير لهم كيما الكونغرس هذاك علاش ناوي والوضع كذا والوضع الوضع تشوف فيه كيما هو هذه كورونا مسكرين هذه بلاد مسكرين كي جا مسكر الحاكم راهو يدور شدوا ديارك يا عجبك شي واقف الحاكم في الرمبونيات فات خدي حازونا نحن زواونا خاطر ما نخدموش اكثر زوالي حازونا نحن باش ما نخدموش ربطه ربطه بسلو كيلو بطاطا 4650 تعرف بطاطا ساشي هذه بطاطا وساشي يعني ساشي طريف بطاطا وربطه بسل هذه 2200 ربطه البصل وهذا الكيلو 13100 معناها زوز 4650 وهذون زوز وهذه طماطم طرف طماطم وطرف فلفل هذا ب 4000 الكيلو 4650 زاد الزوز يا ها واش خذيت هاي سيدي هذون واش خذيت هكا هو هذو ما قداش كلفوا هذون تو هذا طرف بطاطا وربط بسل و 4 قروم كلفوا ها ما 4 قروم شكشوكه شكشوكه صحيت 9000 9000 والخدمه ما ثماش انا موقفين اربع ايام اربع ايام زعما كان جت العباد تخدم انا نجي لهنا ما نجيش وهذا ما يجيش وهذا ما يجيش تنقص العباد بالعكس هما حصروا سكروا على الخدم وحصرونا لهنا باش يضطر يمشي للسوق الواحد بالسيف باش تكثر العباد بالسيف يا وين الكورونا يا بالعكس هو زيد زاد زيد زاد في 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 لغه الكورونا مش كورونا في لغه الكورونا